خلال تواجد بعثة النادي الأهلي في بريتوريا لمواجهة سان داونز. منذ أن وطأت أقدام بعثة النادي الأهلي جنوب أفريقيا وبيتسو موسيماني الجنوب أفريقي والمدير الفني للنادي الأهلي والمدير الفني السابق لسان داونز يلقى مش عايز أقول هجوم إساءة عبارات نابية في كل مكان يروح فيه بشكل غريب، لدرجة إن موسيماني شك في حاجة حتى هو بيتكلم مع الجهاز المعاون، قال لك نفس الجمل بتاعة الهجوم اللي بتقابلني ونفس جمل الإساءة هي اللي بتتقال، يعني وأنا داخل الفندق من الناس اللي بتقابلنا وأنا رايح ملعب التمرين تاني يوم وأنا رايح ملعب المباراة نفس الجمل ونفس اللافتات المسيئة. الأمر تخطى حدوده ووصل إلى اعتراض بعض الجماهير لحافلة النادي الأهلي رافعين لافتات مسيئة ضد موسيماني تسيء لي أو تتجاوز ضده في العرض والشرف وزوجته وأمه. موسيماني كان مصدوم راح الملعب نفس الأمر. على الناحية التانية بعض المواقع ومش هقول والكثير من المواقع في جنوب أفريقيا بدأت توصف موسيماني بوصف يثير الجماهير ضده ويحفز الجماهير ضده، زي المدرب اللي تخلى عن فريقه، المدرب اللي تخلى عن بيته، المدرب اللي رفض تدريب منتخب بلده صاحبة الفضل عليه، المدرب اللي بيفضل امضاء ان يمضي وقت سعيد في شمال افريقيا بدلا من العودة لبلده. كتير جدا 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 من هذا الامور اللي حفزت الجماهير ضد موسيماني بشكل غريب جدا. موسيماني خلال المباراة وبعد المباراة وبين شوطي المباراة كان متأثر بشكل كبير جدا وتساءل ماذا فعلت لهذا الهجوم، عملت ايه، لم اتخلى عن وظيفتي، انا رحت دربت النادي الاهلي بعد استئذان مسؤولين نادي سان داونز اللي رحبوا بالامر. علاقه سان داونز والنادي الاهلي ممتازه جدا ولا اعلم لماذا هذا الهجوم الذي نال من عائلتي ومن امي. النهارده بدا نادي سان داونز ذهاب بيان اعتذار ولكن موجه للنادي الاهلي ضد ما حدث واعتراض الجماهير لحافلته. وانا بقول يعني برضو رسالتي لاتحاد جنوب افريقيا او لمسؤولي جنوب افريقيا، كنت بتمنى ان الاعتذار يشمل مع النادي الاهلي بيتسو موسيماني سفير جنوب افريقيا، واحد من اميز وافضل المدربين في القاره بالارقام، ولكن ان انت تخلي الاعتذار للنادي الاهلي فقط حتى كتير مش فاهم الامر. كنت بتمنى ان يتقال في الجزء الثاني من الاعتذار هو يكون توجيه اعتذار مباشر لسفير جنوب افريقيا بيتسو موسيماني على ما ألمه من هجوم وما ألمه من سباب وامور خاضت فيه اسرته وزوجته منذ ان وطأت قدماه بريتوريا. ولازم تقول كده، موسيماني لم يجرم، موسيماني مدرب يستحق أن يقف له الجميع انحناء في جنوب أفريقيا. خير سفير لجنوب أفريقيا لم وأعتقد ولن تحدث في كل التاريخ الكروي أن يأتي مدربا من جنوب أفريقيا إلى نادي بقيمة وحجم النادي الأهلي اللي تولى على تدريبه قمم التدريب في العالم كله وليس في قارة أفريقيا بس، فانه يجي سفير ويحرز مع النادي الاهلي بطوله واثنين ويكسب سان داونز، ده مدرب يتقال له شابوه، خير ممثل لجنوب افريقيا. ما بيتقالش موسيماني المدرب وبيسكته، بيتقال موسيماني الجنوب افريقي. النهارده المسؤولين في او القيادات في جنوب افريقيا والامر وصل لرئيس جنوب افريقيا، رئيس مجلس الوزراء، رئيس الشباب والرياضة، طلبوا تحقيق عاجل من الجهات الأمنية حول ملابسات الأمر وسرعة ضبط المتسببين فيما حدث.
خاصة مع تصريح قوي من موسيماني لما قال أشعر وكأن الأمر مرتب ضدي من بعض الأشخاص بالبلدي كده، والجملة بين قوسين اللي شريف جمعة دايما بيقولها بيستك عليه. موسيماني راح خلص عليه على النادي الأهلي، ابدأ ارمي الموقعين ثلاثة، ابدأ ارمي الصفحتين ثلاثة على السوشيال ميديا، هات مجموعة تشتم، مجموعة ترفع لافتات. فالطلب تحقيق عاجل سواء من إدارة الفندق وتفريغ الكاميرات المحيطة بالأشخاص دول أو الناس اللي اعترضوا الحافلة أو الأشخاص اللي كانوا متواجدين في المباراة ودخلوا المباراة. الأمر أعتقد لن يمر مرور الكرام. كل الدعم لموسيماني، كل دعم جماهير النادي الأهلي أيضا لبيتسو موسيماني.